الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. اعتبر خبراء اقتصاديون سيادة سلع دول الجوار في السوق المحلية في العراق خطرا يحتاج لمعالجة سريعة بعودة المنتج المحلي. وقال الخبراء إن الفجوة التي تخلقها دول الجوار بالفوضى السلعية أمر خطير جدا يحتاج إلى نقاش وبحث سريع، مضيفين أن عودة مصانع ومعامل القطاع الخاص لأخذ دورها في السوق المحلية بات أمرا ضروريا جدا، خاصة وأن الكثير من السلع الموجودة في السوق لا تضاهي المنتجات المحلية. من جانب آخر، كشف اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار عن تعرض الشركات والمقاولين لحالات ابتزاز ملوحا بالتصعيد والتوقف عن العمل في المحافظة. وذكر اتحاد المقاولين أن حملة الإعمار في ذي قار المتمثلة بمشاريع تنمية الأقاليم وصندوق الإعمار تواجه جملة من التحديات والمشاكل، مطالبا بإلغاء الإجراءات الروتينية المبالغ بها من قبل المعاون الفني في محافظة ذي قار وتعويض الشركات عن الخسائر الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار. هذا وارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي لتقترب من 160 مليون دولار. هذا وذهبت أغلب مبيعات البنك المركزي لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 159 مليون و 238 ألف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 35 مليون و 420 ألف دولار بشكل نقدي. أعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية عن توقف إرسال حصة السليمانية من مادة البنزين التي وعدت بغداد بإرسالها لمحافظة شمال العراق. وقالت المديرية إن وزارة النفط ببغداد لم ترسل منذ أسبوع حصة محافظة السليمانية من البنزين، وهو ما تسبب بأزمة وقود جديدة رغم محاولات المحافظة على بيع البنزين ب 690 دينارا للتر الواحد. وبيّنت المديرية أنه على الرغم من قلة الغاز في معامل البيع إلا أن الأسعار لن ترتفع وستبقى على نفس الأسعار. رفضت حكومة كردستان العراق دفع تعويضات تطالب بها شركة جينيرال إنرجي البريطانية بسبب سحب مشروعي تطوير حقلي بيناباو وميران للغاز الطبيعي. وأشارت السلطات الحكومية في أربيل عقب إعلان جينيرال عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي في لندن لتطالبها بتعويض عن إنهاء عقد المشاركة في الإنتاج للحقلين. وقالت جينيرال إنه منذ توقيع عقد مشاركة الإنتاج في شباط من عام 2017 بذلت الشركة جهودا لتطوير الحقلين، فضلا عن تقديم جملة من العروض للحصول على إذن الحكومة لبدء التطوير، إلا أنه على ما يبدو فإن الحكومة غير راغبة إطلاقا بمنع هذا الإذن. في هذا الوقت ارتفعت أسعار النفط مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير أوميكرون المتحور من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا لتصل إلى 75 دولارا و68 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا ليصل إلى 72 دولارا و36 سنتا للبرميل. وسجل كل من الخامين القياسيين مكاسب بلغت 8% الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ 7 أسابيع. إلى اللقاء.